فاكتور كلافي. بالنسبة إلينا المغرب فاعل لا محيد عنه، سواء على المستوى الجغرافي أو الثقافي. يقع المغرب في منطقة متميزة حيث يلعب جسرا طبيعيا بين مختلف القارات والحضارات المختلفة. لذلك أعتقد أن وجهة النظر المغربية يمكن أن تساهم كثيرا في نظرتنا للعالم. في الواقع عندما ذهبت إلى طنجة سنة 2019 كانت التجربة رائعة. لقد اكتشفت منظورا مختلفا عما اعتدت سماعه في المجتمع الأكاديمي في الأرجنتين، وأعتقد أن هذه النقاشات تكمل رؤيتنا للعالم. نحن معتادون جدا على رؤية أكثر أوروبية وأمريكية، ويبدو أنه من المهم بالنسبة لي أن تكون هناك مقاربة مختلفة، لا سيما مع وجود مشاكل مشتركة والكثير من الأشياء لنتعلمها من بعضنا البعض. نعم، أنا متفائلة. أعتقد أن تعاقب الأزمات كما يقترحه موضوع منتدى ميدايز هذه الدورة يمنحنا الفرصة للتفكير في نوع المجتمع الذي نريد أن نعيشه. أعتقد أن أمريكا اللاتينية بذلت جهودا في السنوات الأخيرة، حتى لو كانت جهودا جزئية. أعتقد أن أزمات الوباء والحرب وعدم الاستقرار العالمي بشكل عام ستدفعنا إلى تعزيز التعاون الإقليمي. أنا متفائلة حيال ذلك.